الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد كل الاكاذيب والشائعات اللي بيروج ليها الاعلام الابيض. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اول فقره معانا. خالد الغندور بقالي يومين ثلاثه على الصفحة الرسمية بتاعته، كل خبر لازم يحط له كده سلوجان في بداية الخبر: الزمالك حامل لقبي بطولة الدوري وبطولة الكاس. يا جماعة والله العظيم ثلاثة الحرمان وحش. انت متخيل خالد الغندور بيحتفل ان الزمالك كسب الدوري والكاس، ايا كان بقى بعوامل خارجية عوامل داخلية ملناش علاقة، لكن يعني الفكرة فكرة ان الاهلي لما بيكسب كذا بطولة ورا بعض ما بتبقاش بس حب الاهلي في فوز بالبطولات، لا، احنا بنبقى عاملين حسابنا للصدمة النفسية اللي ممكن تحصل لدى المنافس. لان المنافس لما يفضل 5 6 7 8 10 سنين بدون بطولة، اول ما يلاقي بطولة يشبط فيها ويقعد يحتفل بيها. عشان كده احنا ما بنخليكش تكسب بطولات، عشان كده احنا ما بنسيبش ليك بطولات. ولما بتتساب لك بطولة كل 6 7 سنين بتتساب لك بسبب عوامل اخرى، واللي منها اكيد الاحتواء، اللي منها اكيد اللامساس، اللي منها اكيد الحكام. مبروك لخالد الغندور البطولة اللي بيحتفل بيها، احتفل لخالد الغندور بالبطولة اللي بتكسبها كل 6 7 سنين، وخلينا احنا مكملين في مشوارنا وفي طريقنا. عايز اقول للزملكاوية اللي مليين السوشيال ميديا صخابا ودقيقا ان الاهلي زعلان وان الاهلي متضايق وان الاهلي بيعيط وان الاهلي بيبكي. في ايه يا حبيبي هنعيط على ايه؟ قالك الاهلي متضايق عشان مش هيلعب سوبر لوسيل واحنا اللي هنلعب سوبر لوسيل. يعني مين قالك ان الاهلي لديه الحرص انه يلعب مباراة سوبر لوسيل اللي انت فرحان بيها؟ يعني الاهلي اللي لعب كاس عالم أندية ولعب أعلى المستويات، يعني النادي الأهلي لو هتتكلم على أعلى مستويات كرة القدم للأندية كاس العالم للأندية. أعتقد كاس العالم للأندية دي أنت بس بتسمع عنها لكن ما شفتهاش، ما لعبتش هناك، اسمك ما تقلش هناك. النادي الأهلي مشارك 7 مرات في 7 نسخ في بطولة كاس العالم. الاهلي اللي لعب بالميراس، الاهلي اللي لعب مونتيري، الاهلي اللي لعب الهلال وكسب 4، الاهلي اللي لعب بايرن ميونخ، الاهلي اللي لعب ريال مدريد في مباراة القرن، الاهلي اللي لعب فرق كبيرة على المستوى العالمي. هيعيط عشان يروح يلعب في مباراة في الاول والاخر اسمها مباراة ودية ليست في الاطار الرسمي، ما هيش مباراة رسمية. اهلي مين؟ هو الاهلي قال لك انا عايز العب مباراه لوسيل؟ للاسف الشديد احنا بنتعامل مع مجموعه من الاشخاص والكائنات الحيه بتحاول دايما تغير في الحقائق وتزيف في الحقائق. يا ايها الزملكاوي الجميل، مش هقول لك المدلس، ايها الزملكاوي الجميل، عايز اقول لك ان البطوله دي في الاساس والمباراه دي اصلا كان من المفترض انها تقام بين بطل افريقيا وبطل اسيا. بطل افريقيا وكبير افريقيا المتوج الاهلي، بطل اسيا المتوج الهلال السعودي، اكبر فريقين في القارتين. ولكن تداخل البعض من اصحاب النفوس المريضة عشان يباصوا الليلة لنادي الزمالك، لان الموضوع ببساطة عشان اكون واضح، الموضوع اوله واخره فلوس. هل تعلم ان الفريق الخاسر في مباراة سوبر لوسيل هياخد $1,000,000؟ يعني الزمالك هيسافروا طيران على حساب الاتحاد القطري، إقامة على حساب الاتحاد القطري، وفوق ده ضامن $1,000,000. ده الزمالك بيلعب بطولة أفريقيا يا راجل وبيطلع تالت أو بيطلع رابع، مش عايز أقول حصالة، ما بياخدش المبلغ ده. فما بالك أنت هتسافر يوم يومين هتلعب الماتش ضامن في جيبك $1,000,000. فالناس باصوا اللعبة كلها وباصوا الماتش لمين؟ للزمالك، وخلوها بدل مباراة بين بطل أفريقيا وبطل أسيا خلوها مباراة بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي. فأنا عايز بس أوضح للناس إن النادي الأهلي ملوش أي علاقة
ان الاهلي زعلان او متضايق بكره نشوفكم، بس بخدوا معاكم شكاره، اصل الاهلي الهلال بيوجع، الهلال عايز اي حد يفش فيه غله، اصل واكل اربعه من الاهلي، فعايز اي حد من الدوري المصري يرزعه باربعه ويمكن اكتر من الاربعه. عايز اقول لك امبارح ابراهيم فايق الاعلامي الكبير الاعلامي الزملكاوي وعلى قناه اون اعتراف خطير، ابراهيم فايق امبارح اعترف وكذب كل المدلسين البيض، كل المدلسين في النادي المنافس اللي طلعوا قالوا ان ياسر ابراهيم اتخانق مع مشجع اهلاوي وان المشجع الاهلاوي كان بيتريق على مستوى ياسر ابراهيم والحق حوش لعيبه الاهلي بتضرب الجمهور بتاعها. طلعنا قلنا لكم يا جماعه الموضوع ملوش علاقه بالاهلي خالص، والموضوع مشجع زملكاوي حد يقل ادبه على زوجة ياسر ابراهيم خد اللي في النصيب. امبارح ابراهيم فايق بيأكد الكلام، ابراهيم فايق مين يا اخوالنا الزملكاوي، اعتقد محدش يقدر يطلع يقول ابراهيم فايق اهلاوي، ابراهيم فايق زملكاوي صرف. قال ابراهيم فايق قال لك ايه اللي جرى للناس، هو ياسر ده مش بني ادم؟ قال لك ابراهيم فايق يعلق منفعلا على مشاجرة لاعب الاهلي ياسر ابراهيم مع مشجع زملكاوي. يا دي الكسفة اللي انت فيها يا حازم، يا دي الكسفة اللي انت فيها يا حازم. تعال نروح، امبارح حصل مجموعة من المقارنات اللي ممكن توصفها بالمضحكة. جماعة انتوا عايزين تموتونا من الضحك. يعني امبارح خالد طلعت الناقد الزملكاوي اللي بيطلع كل مرة يقول لك ايه يا جماعة انا ندمت على الفترة اللي كنت بعملها قبل كده وعرفت غلطتي وانا بعلن توبتي النصوحة وبرجو من الله ان يتوب عليا وانتوا تسامحوني، انا كنت غلطان وكنت بجري ورا الترند ومعلش يا جماعة. طلعت قلت لكم يعني اتمنى طبعا التوبة، ربنا بيقبل التوبة من الانسان طول ما هو عايش، طول ما هو في نفس داخل وطالع، الا بشروط معينة مش هنتدخل فيها، لكن مش احنا اللي هنقول لك توب او ما تتوبش، لكن قلت بس حاجة اتمنى ان تكون التوبة دي توبة نصوحة، ما ترجعش للترند والجاري ورا الترند والسعي ورا الترند. لكن ممر الشهر شهرين ورجعت ريمة لعادتها القديمة. خالد طلعت من ضمن مقارناته المضحكة اللي اعتقد الاتحاد الدولي لو شاف المقارنة دي ممكن يطالب بتجميد النشاط في مصر، يقول لك وقفوا النشاط او ابسط حاجة اقفلوا النت عن الناس دي، الناس دي لا تستحق انها توصل لها نت او تعرف حاجة عن الكورة. ايه اللي حصل؟ قال لك زيزو يتفوق على كبار العالم في دوري موسم 2020-2021. عمل ايه اخواتنا زيزو؟ هو انت بتقارن زيزو والاهداف اللي جابها زيزو او ساهم فيها زيزو في الدوري المصري بالدوري الانجليزي والاسباني والايطالي؟ يا جدع هتلقطني، انت عايز تقارن ما بين زيزو اللي جايب 3 ارباع تجوانه بضربات الجزاء بواحد زي كريستيانو او هالاند او كيليان امبابي، ده حتى ما جابش سيرة كريم بنزيما والموسم العالمي اللي عامله مع ريال مدريد ما ذكرهوش في المقارنة. جايب مين؟ قال لك احمد سيد زيزو في الصدارة بيلعب في الدوري المصري، سجل 19 هدف وعمل 12 اسيست، ساهم في 31 جون. ايرلينج هالاند بيلعب في بروسيا دورتموند جاب 22 جون وعمل 8 اسيست 30 جون. فينيسيوس جونيور رقم 3، هاري كين رقم 4، كيفن دي بروين رقم 5، كريستيانو رونالدو رقم 6، ليونيل ميسي رقم 7، نيمار فين؟ محمد صلاح. هو انت خايف تقول محمد صلاح يقلب عليك؟ عشان تعرف بس يا خالد يا طلعت ان مقارناتك دي مقارنات فنكوش، مقارنات مغرضة. عارف ليه مغرضة؟ لأنك لو مش مغرض كنت جبت أرقام محمد صلاح، لكن أنت خايف على قلبة محمد صلاح، أنت عايز تجامل ناس وتحافظ على علاقتك بناس على حساب ناس، فما تجيبش محمد صلاح برضو. يعني من المفترض
طالما انت جبت ليونيل ميسي وكريستيانو وكيفن دي بروين وهاري كين وايرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور، كنت جبت محمد صلاح، كنت اطلع ضحك مصر كلها يا خالد يا طلعت، وموت ثلاث ارباع المصريين بالضحك، واقول لهم ان زيزو احسن من محمد صلاح. والله خلي الضحك يكمل. ما هو طالما زيزو احسن من هالاند واحسن من فينيسيوس جونيور، ده ما جابش سيرب كريم بنزيما ولا جاب صلاح ولا جاب العتاولة دول، لك الله يا زمالك. احنا لينا ربنا، والله والله العظيم لينا ربنا. اخ خالد طلع يقول لك بالفار الاهلي واخد ضربات جزاء كتير وما تحسبش عليه ضربات جزاء، واكتر الانديه اللي تحسب ليها ضربات جزاء واقل الانديه اللي تحسب ليها ضربات جزاء، ومع هذا الناس بتقول الاهلي بيخسر الدوري بالحكام. خالد يا طلعت، انت لو بتفهم في الكورة عادي جدا ان الحكم يحسب 100 ضربة جزاء، بس يكونوا 100 ضربة جزاء كلهم صح، كلهم صح. انا ما اختلفش ان الزمالك ياخد 200 ضربة جزاء كل ماتش، بس يكونوا سلام. الزمالك مش عدد كبير في ضربات الجزاء، عنده حوالي 11 ضربة جزاء او 10، بس العشر دول خلصوا ماتشات وما كانوش صح. هي الفكرة، هي ضربة بالعدد ولا بالكيف؟ ضربة الجزاء كانت صح ولا مش صح؟ هي دي الفكرة. ما في نادي ممكن يجيله 5 ضربات جزاء في ماتش واحد بس الخمسة صح، وفي نادي تاني ياخد ضربتين جزاء بس بالضربتين جزاء خد 6 نقاط، خد 6 نقاط. هي دي الفكرة يا خالد طلعت، عشان اوري لك ان التقييم بتاعك والمقارنات بتاعتك مقارناتك مغرضة. لا، انت كنت تطلع تقول الاهلي في ظل الفار كسب كام نقطة بالحكام وخسر كام نقطة بالحكام، والزمالك في ظل الفار كسب كام نقطة بالاحتواء وخسر كام نقطة بالاحتواء، وأتحداك يكون عندك الجرأة انك تطلع تقدم الملف ده، لانك واخد دلوقتي سكة الزمالك. بس ما تطلعش يا خالد طلعت بعد شهر شهرين تعيط، واخد بالك، وتبكي وتقول يا جماعة انا عرفت ان الله حق وانا يعني مش عايز اركب ترند تاني، ونرجع بعدها بشهر ندور على خالد طلعت بتاع الترند. امبارح لاول مرة في تاريخ القنوات المصرية قناة بتطلع تهدد الدولة على الهواء مباشرة، امبارح مذيع قناة الزمالك كريم ابو حسين خرج على الهواء مباشرة بصيغة التهديد للدولة ان حذاري حد يجي ناحية رئيس الزمالك. قال بالنص: اي مساس بالمستشار مرتضى منصور محدش يحاسب الجمهور على اللي هيعمله ولا يقف في وش الجمهور. ده تحول خطير. هل الدولة بأجهزتها ومؤسساتها العظيمة تقبل ان شخص ايا كان مين هو ولا مين اللي وراه يطلع يجيش ويشحن جماهير نادي ويهدد الدولة بجماهير النادي ده؟ هل الدولة المصرية العظيمة تقبل بده لما يطلع خالد لطيف على قناة الزمالك ويقول ان في مظاهرة في دمياط، مظاهرة في دمياط طالعة عشان تأيد مرتضى منصور وعدم المساس بمرتضى منصور؟ ده تسموه ايه؟ هو في مظاهرات دلوقتي يا جماعة؟ هو في حاجة اسمها وقفات اصلا دلوقتي يا جماعة؟ انتوا عايزين تودوا البلد فين؟ انتوا عايزين تودوا الدولة على ايه؟ وعشان خاطر مين؟ والمصلحة مين؟ لمصلحة شخص عايز تهد بلد وتولع النار في بلد عشان خاطر شخص هيتحكم عليه شهر ولا سنة؟ ليه؟ ده الرئيس الراحل محمد حسني مبارك اتحبس، رئيس دولة اتحبس. انتوا لمجرد حكم قانون مش عايزين تحترموا القانون وتطلع تهدد الدولة وتقول محدش هيقدر يلم الليلة وفي مظاهرات
ولا مساس ومحدش هيقدر يحاسب الجمهور على اللي هيعمله. انا منتظر اشوف المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، منتظر اشوف هيطلعوا يعملوا ايه، هيطلعوا يقولوا ايه، هل اللي حصل ده عيب ولا مش عيب، هل اللي حصل ده هيتحاسب عليه كريم ابو حسين وقناة الزمالك ولا الناس هتعمل دخل الحرامي وانا نايمة شوفوا قلة ادبه وانا عاملة نفسي نايمة وانا عاملة نفسي نايمة. هنشوف، هنشوف الناس هتتحرك وتلحق البلد بدل الطريق اللي احنا رايحين فيه ولا لا. عايز اقول لك محامي النادي الاهلي الاستاذ المستشار محمد بيه عثمان قال يا جماعة سيبوا مرتضى يلعب بنج براحته، يلعب بنج، يلعب سيجا، مرتضى عارف ان الحكم لسه ما وصلش لدرجة التنفيذ، وان عشان الحكم يوصل للناس بتوع تنفيذ الاحكام قدامه من 15 ل 20 يوم، فخليه يطلع يلف قدام الناس ويلعب بنج ويلعب سيجا ويروح النادي محدش يجي ناحيته. بس بمجرد وصول الحكم لتنفيذ الاحكام خلال 15 ل 20 يوم من صدور الحكم هيتم تنفيذ القبض والحبس على رئيس نادي الزمالك. ده الكلام على عهدة محامي النادي الاهلي المستشار محمد بيه عثمان. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. شكرا لك.